اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجنا لقاءات وحوارات خاصه. معنا اليوم ضيف مميز جدا لمع اسم شركته في عالم التصميم، السيد محمد قطناني، مالك شركه طرز للتصميم والتنفيذ. اهلا وسهلا بك. يا اهلا فيك سيد محمد. بدايه بتحب تعرفنا على نفسك، من هو السيد محمد قطناني؟ انا محمد نعيم حمدان القطناني. نعم. خريج التصميم الداخلي من جامعه عمان الاهليه. عمري الآن 27 سنة. أسسنا الشركة هاي قبل 4 سنوات، أنا وشريكي محمد الحوراني. حاليا إحنا الحمد لله رب العالمين لنا اسم كبير بالسوق. الحمد لله صار يعني تأسسنا في عالم التصميم الداخلي، أكبر ورشة عمل موجودة الآن في منطقة بيادر وادي السير، بتضم ورش العمل الأخشاب والتصميم والديكورات والمطابخ بشكل بروفيشنال أو عالي المستوى، مع التفنيش أو خلينا نحكي الكواليتي العالية جدا. سيد محمد، يعني شركة طرز للتصميم والتنفيذ مع أنه عمرها عمر قليل جدا لكنها تحظى بسمعة طيبة، حدثنا عن بدايات إنشاء هذه الشركة. طيب، بداياتنا زي ما حكيت لك كانت قبل 4 سنوات. نعم. بعام 2013 في نفس المنطقة، في منطقة الدوار السابع حي الرونق، أسسناها. كنا أنا وشريكي لحالنا في بكادر العمل، كنا نعتمد على نفسنا شخصيا. خلال سنة الحمد لله رب العالمين، خلال سنة يعني من العمل أنا وشريكي، حاولنا أن نكون عندنا تيم أو فريق كادر ممتاز بالتصميم. الحمد لله قدرنا يعني بعد سنتين يكون عندنا كادر متكون من حوالي 7 أشخاص في مكتب التصميم الهندسي في منطقة الدوار السابع، منهم ناس سينيور في الديزاين أو خلينا نحكي ليدرز للفريق هذا، وعدد عناصر، عدد من العناصر المكونة اللي هي بتساعدنا خلينا نحكي في الرسم الهندسي، الرسم المعماري، أي ديتيلز إحنا صغيرة ممكن نقدر نستفيد منها في موضوع التصميم الداخلي. بالإضافة زي ما حكينا اللي هو موضوع الوركشوب أو ورشة العمل الموجودة في منطقة بيادر، الحمد لله قدرنا نأسس، بدأنا فيها من سنة تقريبا أو سنة إلا، ووصلنا بفترة وجيزة أو قصيرة جدا الحمد لله متواجد فيها الآن 12 شخص من دهين إلى منتج، عمال منتجين، إلى مثلا ناس مختصة في قشرة الأخشاب، مدراء بالجودة، ضبط الجودة، بالكواليتي، بالهذا، على أساس أنه نطلع بشغل حكينا عالي مستوى يكون يليق في مكتب طرز للتصميم أو في منجرة المقطع الخشبي المتواجدة حاليا. سيد محمد، يعني شركة طرز للتصميم والتنفيذ، لو أردنا تسليط الضوء أكثر على هذه الشركة، ما الخدمات التي تقدمها، الميزات التي تقدمها، ما مجال عملها بالتحديد؟ حكيت لك هو مكتب استشاري هندسي. معظم عملنا أو صلب عملنا يتمحور حول اللي هو كيفية توزيع الفراغ الداخلي للبيت أو للشقة السكنية، للفلل، محلات تجارية، الفنادق، أي فراغ اللي هو ممكن يتمحور حركة الإنسان حوله. الناس يعني ممكن هون في البلد عندنا الناس شوي مش واصلها فكرة التصميم الداخلي بشكل واسع، لكن إحنا دورنا في سوق العمل نحاول قد ما نقدر نحاول نخلي الناس هاي أو نوصل لأكبر عدد ممكن من أهل، خلينا نحكي أهل المنطقة الشرقية أو خلينا نحكي الأردن، البلاد العربية، نحاول قد ما نقدر نوصلهم فكرة ما هي التصميم الداخلي وإيش ممكن الحلول اللي بيقدر المهندس التصميم الداخلي يوصلها للزبون، حتى أنه يعيش أو يكون عنده فراغ أو منزل أو بيت يتعايش فيه بأفضل طريقة ممكنة، من ناحية مساحات، من ناحية ممرات حركة، من ناحية حكينا تخطيط خارجي أو داخلي، حتى أنه يستطيع أنه يتعايش بهذا المكان بأفضل صورة ممكنة.
سيد محمد قطناني، يعني ما شاء الله أنت في مقتبل العمر استطعت تأسيس شركة بمساعدة طبعا شريكك محمد الحوراني، يعني هذا شيء جميل، لكن كل مشوار ناجح له عقبات طبعاً. ما أكثر العقبات التي واجهت هذه الشركة وواجهت شخصك الكريم والسيد محمد الحوراني؟ طيب طبعا ما بنختلف، يعني يمكن إحنا أو جميع الشركات الناشئة في بداية طريقنا واجهنا كثير صعوبات عن طريق ممكن وزارة العمل، ممكن المؤسسات الحكومية، طبعا الأمانات، ما في دعم، أو خلينا نحكي ما في دائما تفادي مثلا لأخطاء أو مثلا المؤسسات الفردية أو تراخي بالنسبة لموضوع الضرائب، بالنسبة لموضوع الإيجارات، موضوع يعني أي ممكن، يعني خلينا نحكي الموضوع المادي بشكل عام. هذا كان طبعا كانت عقبة كبيرة حد ما بلشنا، لكن الحمد لله رب العالمين زي ما حكينا استطعنا تجاوزها. دائما بالعادة اللي هي أول ثلاث سنين بتكون صعبة، استطعنا تجاوزها بأفضل صورة ممكنة، طبعا نتيجة الحمد لله الخبرات اللي كانت متكونة داخل الشركة. لكن إلى حد ما يعني ممكن أنه بقت إلها عواقب أو تبعات موجودة إلى الآن. يعني نقدر أنه نحكي أو نوصل للحكومات أو المؤسسات أنه نلاقي إلها حلول، أو حتى أن نقدر نتجاوزها، أو غيرنا من مؤسسات صغيرة بدها تنشأ أنها تقدر تتجاوز هذا، حتى نشجع إحنا الاستثمار في البلد، أو نقدر بدورنا كإحنا نوصل دور التصميم أو القطاع الهندسي بأكثر صورة ممكنة للناس داخل هاي البلد. سيد محمد قطناني، يعني لو أخذنا رأيك بالأردن كبيئة للاستثمار، بيئة لجذب الاستثمارات الجديدة والمتنوعة، يعني شركة طرز للتصميم والتنفيذ فيها مجالات جديدة، يعني تصميم الديكور الداخلي ما زال يعني جديد ولا يعلمه الكثيرون تحديدا ما هو، فما رأيك في الأردن كبيئة للاستثمار؟ الأردن طبعا أرض خصبة للمستثمرين، هذا لا شك فيه طبعا. الحمد لله طبعا لنعمة الأمن والأمان اللي دائما الناس بتشكر في البلد هاي، أو خلينا نحكي المستثمر دائما بتجه لهذه البلد عشان النقطة اللي هي موضوع الأمن والأمان الموجود عندنا في الأردن الحمد لله رب العالمين. لكن زي ما حكينا شوي موضوع المؤسسات أو الحكومات يعني بتضغط على المستثمر بالوضع المادي، هي ممكن تخلي المستثمر يعني ما يفكر كثير بإجراء خلينا نحكي اللي هي البزنس تبعه أو الاستثمار داخل البلد. ممكن شوي بدها دراسة، لأنه البلد محتاجة فيها سوق الحمد لله، مجالها كثير واسع، عندنا مناطق فاضية بجنوب عمان، شمال عمان، ممكن انه تكون زي ما حكينا ارض خصبة لأي مستثمر، لكن شوية بدنا احنا نكون نفكر بعقلانية ونقدر كيف نستقطب هاي المستثمرين او هذول الناس حتى احنا نقدر نجيبهم على البلد بأفكار جديدة، بتسهيلات ممكنة، حتى نفس ابناء البلد كبطالة او ايدي عاملة نقدر نوظفهم داخل بلدهم ما احسن ما يطلعوا. طبعا الاردن معروفه بكفاءات العاليه، نعم، لدرجه انه دول الخليج كامله برا تستقطب، خصوصا في المجال الهندسي الايدي العامله الاردنيه. هذا صحيح يعني. صحيح، الايدي العامله الاردنيه دائما هي افضل ايدي عامله في قطاع الهندسه او التصميم، بيكون اكثر طلب عليهم في من اي دوله اخرى، فلا احنا المفروض نحافظ عليهم ونخليهم داخل البلد هاي، عندنا كفاءات كثير عاليه، الكل عم بيدور على الايدي العامله الاردنيه، فلازم احنا نلاقي حلول حتى انها نضلها داخل البلد، وان شاء الله موجوده ونقدر ان شاء الله بيطلع منهم شيء كثير ان شاء الله. سيد محمد، يعني بالحديث عن العماله، لديكم الان 7 اشخاص، كادر مكون من 7 اشخاص، وايضا في المصنع كما تحدثت 12 شخص، نعم، وان شاء الله المزيد والمزيد. يعني حدثنا عن كيفيه الاليه تشغيل العمال، هل هم عمال وافدون، وما هي النسبه بين العمال الوافده التي تستخدمونها والعمال الوطنيه؟
اوكي حاليا طبعا كقطاع هندسي حكينا احنا شعبنا احنا بتميز في بالهندسة او عندنا كوادر ممتازة الحمد لله رب العالمين. ففي المكتب اللي هو خلينا نحكي الاستشاري او الهندسي كل الايدي العاملة الموجودة عندنا من ابناء البلد كفاءات الحمد لله عالية جدا. بندير هذا المكتب او هذا الفريق عن طريق مهندسين ذوي خبرة عالية يعني ذوي خبرة مش يعني مش اقل من 10 سنوات حتى نقدر نمشي سير العمل. طبعا في عندنا اللي هي خطة عمل هاي بتمشي بالتدريج من تصميم من مرحلة البناء العظم لحد ما نوصل لتسليم خلينا نحكي المفتاح او حتى نوصل مرحلة الاكسسوارات او التفنيش الاثاث الفيرنتشر. بهذا كل مرحلة لها ناس او خلينا نحكي لها سينيور او ليدرز ممكن انه هو يكون او بروجكت مانجر ممكن يكون هو مشرف على هاي المرحلة حتى ينتقل العمل الى المرحلة اللي بعديها بشكل افضل ما يمكن. بالنسبه لقطاع التشغيل او قطاع الصناعه دائما هو كانت في مشكله في صعوبه ادارته هذه عند الكل يعني، لكن صعوبه الاداره هاي في القطاع الصناعي قدرنا برضه نحد منها بانه نلاقي ايدي عامله داخل من داخل البلد ليست ايدي عامله وافده مع وجود مع امكانيه وجود ايدي العامله وافده لكن بانها تكون يعني تمتلك التميز اللي تنافس فيه الايدي العامله اللي هي من ابناء البلد داخل هذا القطاع. فانت اذا بتكون يعني عندك اتوقع بالقطاع الصناعي او الوركشوب من ابناء بلدك يكونوا هم الايدي العامله اللي شغالين عندك اتوقع انه ادارتهم بتكون اسهل من اي حد. اكيد هذا تحفيز للشباب. طبعا اكيد. طبعا تحفيز. طبعا احنا بنتغلب وبنلاقي صعوبه حتى نجد هاي الايدي العامله. بشجع انا القطاع او خلينا نحكي المؤسسات التدريب المهني انها تعمل خلينا نحكي خطط او استراتيجيات تقدر تستقطب هذول الشباب لانه فعلا سوقنا بحاجه. احنا هنا عم ندور على ناس يعني مش عم نلاقي كثير من 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 ابناء البلد اللي هم ممكن يكونوا يحفزوهم او يعملوا لهم مثلا مواد يقدروا ينشئوهم حتى انهم يكونوا متاحين للمجال الصناعه او قطاع الهندسه داخل البلد. يعني سيد محمد هذه رسالة مهمة جدا. يعني لو تحدثنا عن شركة طرز للتصميم والتنفيذ يعني وعن هذه السمعة الطيبة التي تحظى بها، من أين جاءت هذه السمعة الطيبة؟ يعني أكيد ما في شركة إلها سمعة ممتازة إلا بيكون زبائن أو خلينا نحكي العملاء اللي اشتغلوا أو خلينا نحكي تعاملوا مع هذه الشركة أعطوا هم الانطباع. لأنه هاي يعني إحنا خلينا نحكي القطاع الهندسي أو قطاع التصميم بشكل عام عملك هو عبارة عن سمعتك أو خلينا نحكي زي ما يسموها الملف الأعمال أو البورتفوليو الشخصي تبعك، تمام؟ فهاي كلها نتيجة إرضاء الزبون. طبعا الحمد لله دائما زبوننا بأخذ أفضل خدمة ممكنة عشان هيك بيوصل لكل الأشخاص اللي هم إيش أو أقرباء أو أصدقائه إنهم يتعاملوا مع هاي الشركة. لو إنه ما في عنده مثلا مصداقية أو ما في عندها جودة ما طبعا ما حدا بدل شخص ثاني يعني شخص ثاني تستمر اصلا بالضبط ولن تستمر. وحتى يعني حكيت لك هي الفتره القصيره اللي يعني يمكن قلائل اللي قدروا يعدوا في المنطقه في فتره 3-4 سنين زي ما حكينا بمصنع للاخشاب او مثلا ورشه عمل اللي هي ميزت المكتب او شركه طرز بانه كل شيء عم بيطلع من داخل الشركة يعني يصنع داخل الشركة. داخل الشركة. نعم. نعم. هذا بعطينا أول إشي توفير في الوقت، تمام؟ نعم. توفير في القيمة. يعني ممكن أنا يكون كتكلفة تكون أقل من باقي الشركات لأنه نعم. كله من نفس المكان. ثاني إشي الجودة لأنه أنا سيطرتي على جميع البرودكت أو المنتجات اللي بتطلع من داخل الشركة متبعها شخص واحد فبقدر يعمل بينها كونكشنز أو ربط أو خلينا نحكي كنترول إنها تطلع كلها متناسقة أو تطلع متناغمة كخطة عمل بشكل عام من الصفر من البداية حتى إكمال المشروع أو تسليمه بشكل نهائي. سيد محمد قطناني، ما الرؤية المستقبلية لشركة طرز للتصميم والتنفيذ على المدى القريب وعلى المدى البعيد إن شاء الله؟ والله يعني زي ما حكينا احنا بما انه صار يعني كبرت الشركة او صار عندنا المشغل الخاص لنا الحمد لله ان شاء الله يعني
الخطة المستقبلية أو خلينا نحكي للسنة القادمة في 2017 طبعا بجهود الكادر وبجهود الشركاء محمد الحوراني أو الشريك الدكتور زياد أبو قدورة في نعم في شريك ثالث نعم أو الدكتور نعم. زياد أبو قدورة نعم. إنه إن شاء الله يكون في شوروم أو خلينا نحكي معارض تعرض المنتجات الخاصة بالشركة في الأردن نعم. أو خارج الأردن، لكن حتى إحنا نقدر نوصل سمعة الشركة أو اسم طرز كمكتب هندسي أو مكتب تصميمي للسوق أو خلينا نحكي للمستهلك عن طريق حكينا المعارض مثلاً ممكن كمطابخ ممكن كأثاث أدوات صحي ممكن أخشاب حكينا اللي هي البرودكت اللي هي متعلقة في التصميم الداخلي بالإضافة إلى يعني ممكن يكون أحد الأفرع في إن شاء الله في الخليج إن شاء الله خلال السنة القادمة. شيء جميل هذا يعني الإعلان عن فرع جديد لشركة أردنية وطنية ابتدأت من الأردن يعني إن شاء الله. شيء محفز. سيد محمد قطناني يعني أنت نموذج رائع للشباب الطموح الذي ابتدأ بمشروع صغير خاص له يعني تجرأ على هذه الخطوة يعني نموذج يعني نتمنى أن يقتدي به الشباب وأن توجه كلمة للشباب الذي يعاني من البطالة و يعني عدم الاعتماد على النفس في إيجاد الوظائف. والله أنا يعني عندي خلينا نحكي قاعدة إنه البلد عندنا في الأردن أنا من أكثر الناس اللي ممكن كان صحت لي فرص عمل خارج البلد نعم. لكن أصريت إنه نضلنا داخل بلدنا. عندي نظرة الحمد لله أنه الأرض هاي فيها فيها مجال للاستثمار في ناسها ناس خلينا نحكي متفتحة الأبناء بلدنا ناس متفتحين عندنا تكنولوجيا عالية عندنا كفاءات حكينا كبيرة لكن بدها الناس يكون يعني خلينا نحكي لشبابنا يكون عندهم ثقة بالنفس أو يكون عندهم قدرة يجتازوا الحاجز النفسي اللي هو في بداية خلينا نحكي في بداية المؤسسة أو في بداية أي بزنس ممكن ينشأ يكون عندهم بس قدرة على تخطي الحاجز النفسي ممكن يكون من خوف ممكن يكون مادي ممكن يكون هذا طبعا أكيد الأرزاق بيد الله هذا أولا وآخرا هي نعم. يعني موجودة يعني لكل واحد رزقته تأكيد فإيمان إيمان إيمان بالإشي اللي أنت بتعمله وحكينا أمانة صدق تعامل أكيد طبعا يعني ربنا ما بضيع تعب حدا بوصل إن شاء الله أي شخص ممكن إنه يقدر في باله فكرة توصل إن شاء الله بصورة جيدة. سيد محمد فقط يعني توضيحا للمشاهدين نتمنى منك يعني تزويدهم بموقع الشركة تحديدا ونحن سنزودهم في نهاية الحلقة بأرقام وهواتف الشركة. أكيد إحنا شركتنا موجودة في منطقة الدوار السابع بالقرب من الملكية الأردنية مقابل شركة جت والمصنع موجود في منطقة البيادر الصناعية نعم. مقابل شركة هنداي في حي الصناعة نعم. إلا موقع طبعا ويب سايت اللي هو www.turuzdesignstudio.com نعم. وإلنا صفحة على الفيسبوك هاي منعرض فيها المنتجات إلنا أو الشغل البورتفوليو تبعنا بيكون بصفحة اسمها طرز تصميم هاي موجودة على الفيسبوك وفي موقع للوركشوب أو خلينا نحكي المنجرة أو المصنع اسمه wsection.com سيد محمد قطنان يعني لولا نعمة الأمن والأمان في هذه البلاد لما استطعنا لكوننا يعني أشخاص يعني مثل حضراتكم افتتاح شركة والنهوض بها والعمل على تطويرها. حدثنا عن نعمة الأمن والأمان داخل البلد ووجه الكلمة للسادة المشاهدين. الحمد لله طبعا نعمة الأمن والأمان هي كانت زي ما حكينا انها حافز كبير حتى يعني انا لو اي مستثمر مش شركة طرز او خلينا نحكي هذا اي مستثمر من البلد او خارج البلد لو ما في عندنا أمن وأمان ما بفكر حتى انه يعني يخطي خطوة جديدة تمام في سبيل انه تكبر الشركة او خلينا نحكي يوسع حتى انه هو بيكون الا اذا كان حاس بامان او مستقبل البلد او مستقبل انه في عندنا استثمار ان شاء الله قادم وامن ان شاء الله دائما موجود تحت طبعا اكيد جلالة سيدنا
ملك عبد الله الثاني وحكومتنا طبعا المتواجدة، بالإضافة إلى أنه داخل البلد لو ما في عنا موضوع الأمن والأمان كان ممكن أنت حكيت لك نفس الطبقة اللي هي مستهدفة، كان ممكن يعني المشاريع المتواجدة في البلد يعني ما تكون قائمة، أو ما يكون مثلا في عنا حجم السوق اللي إحنا ممكن نقدر نشتغل عليه حاليا، لكن الحمد لله الفرص موجودة متاحة، المشاريع عم تطلع، في مجمعات تجارية كبيرة بالضبط كمشاريع مثلا ضخمة زي مثلا العبدلي، هذا هاي كلها بتتيح لأي مكتب هندسي أو خلينا نحكي كشركات إسكان، هاي بتتيح لأي مكتب أو لأي شركة هندسية أنها تدخل في المجال هذا أو يكون في عندها زيادة حجم شغل بالضبط، أو يكون في عندها حجم شغل تقدر أنه تثبت قدراتها فيه، أو يكون في عندنا منافسة جدا عالية. طبعا لو ما في منافسة جدا عالية كان ما فيش حجم مشاريع طبعا موجود في داخل البلد. سيد محمد، بنهاية اللقاء نتمنى أن توجه معايدة للشعب الأردني ولجلالة سيدنا بمناسبة حلول العام الجديد. أكيد طبعا، إن شاء الله تكون السنوات الجاي يحفظ ربنا علينا اللي هي نعمة الأمن والأمان، ويكون يعني إن شاء الله بلدنا دائما في تقدم وفي تطور، بوجود حكينا قيادة حكيمة، وبوجود ناس كمان عندها ثقة ببلدها، أو خلينا نحكي عندهم إيمان إنه البلد هاي ممكن يعني ممكن يصير فيها حجم استثمار أو حجم شغل في السنوات القادمة. فأنا بتمنى دائما طبعا على أبناء الوطن أو أبناء البلد أنه نظلنا في نفس الثقة هاي ببلدنا وبحكومتنا، حتى أنه السنوات الجاية إن شاء الله نكون في قدر المسؤولية، ونقدر نحاول أن نوصل لأعلى مراتب في العالم إن شاء الله. سيد محمد، يعني بالنهاية بحب أشكر شركة طرز للتصميم والتنفيذ متمثلة بملاكها محمد الحراني والدكتور زياد أبو قدورة، وبالتأكيد السيد محمد قطناني لتواجدكم معنا اليوم ولدعمكم للإعلام داخل المملكة الأردنية الهاشمية. شكرا لكم. مرحبا، أنا محمد الحراني مدير تنفيذي شركة طرز والمقطع الخشبي. أنا هون طبعا شغلنا في المكتب هي أكتر إشي بالشركة حساس صعب الكلاينت بيهتم له، المنفذين الفنيين. فحب أحكي لكم شوي عن شغلنا وكيف بنبلش فيه، كيف بناخده وكيف بننهي تيصل للفنيين. طبعا إحنا بالعادة أول ما بنبلش بنعمل إشي زي كونسيبت ديزاين، التيم كامل زي ما أنتم شايفين، كل واحد بتوزع عليه مهام، المهام تتوزع حسب قدرة الشخص وفنياته في الشغل تاعنا اللي هو الديزاين والانتيريور والمعماري. طبعا احنا عندنا مهندس معماري، عندنا السوشيال ميديا برضو بدعمنا، عندنا الانتيريور ديزاين والجرافيك ديزاين، هذول اهم ثلاث عناصر بهمونا. طبعا في مهندس مدني بالاخره، لكن هذول نتعامل معهم از بارت تايم حسب المشروع. بنبلش في كونسبت ديزاين، ناخذ التيم كامل نقعد في الميتنج روم. اول ما نقعد في الميتنج روم بلش شو في افكار، كل واحد بيطلع، انا عندي هيك، وجدان مثلا عندها فكره، نور كرياتيف دايركتور هو بيكون عنده الشغل احيانا بيكون عنده افكار، احمد محمود والصبايا برضه نفس الاشي. ناخذ كل الافكار بنقعد الكرياتيف دايركتور معي مع محمد قطناني، نعمل زي ميتنج صغير هيك نشوف شو بدنا نطلع ديزاين لهذا الزبون. طبعا الزبون ممكن كل زبون عن زبون بيختلف، لكن الزباين زي ما بتعرفوا اذواق، فاحنا بدنا نحاول نرضي الجميع. نقعد معاه نشوف شو بده، شو بحب، شو الالوان اللي بيقترحها، حتى لو تساله عن اي سؤال مثلا يكون سخيف، شو هواياتك، هاي ممكن تكون نقطه كتير حلوه انك ديزاينر، لانه الديزاينر بهمه كل التفاصيل ان كانت ممله او مش ممله عميقه. ممكن يكون مثلا بحب اللون الاسود، انت كديزاينر بدك خلص تدخل بشخصيته عشان تقنعه في الشغل تاعك. الكلاينت بهمه انه يعرف شو بده يطلع في بيته عشان يجي لما يدفع فلوس يكون واثق هو عن مين بيشتغل. نعمل كونسبت ديزاين، ننتشر، بنوزع الشغل حسب الكرياتيف دايركتور نور. طبعا هلا بفرجيكم شوي من شغلنا كيف وبنبلش فيه. بيجي الشغل، الكرياتيف دايركتور بيعرف اكثر شيء عن الموظفين هون، بيعرف مين فاضي، مين معاه شغل، مين ما معاه شغل، ومين بيقدر يشتغل مثلا ليفينج روم، مين شاطر في الليفينج روم، مين شاطر في الصالون، مين شاطر في المطبخ. طبعا هاي الامور انا ممكن ما بعرفها كصاحب شركه او اني كنت اشتغل قبل بايدي، هلا هو منخلط اكثر مع الديزاينرز اللي عنده فهو بيعرف هذا الشيء. تمام، بنطلع الافكار، نعمل الديزاينز على عده برامج منها الاوتوكاد ماكس الى اخره، الشغلات الهندسيه هاي.
بيكون اول بروبوزل لنا مع الزبون اللي هو بدنا نفرجيك شو عملنا لك. ومعظم الزباين بنعملهم هذا الشيء از فري، ما بناخذ عليه مصاري، نتعب في الديزاين اسبوع ما عندنا اي مشكله، بس انه نفرجيك احنا شو بيطلع منا شغل. مثلا هذا الديزاين بيكون از بروبوزل، بيكون فري ما بناخذ عليه ولا شيء، بنفرجيه للزبون، بنحاول نبهره ليحكي واو. الديزاين معمول خصيصا للزبون طبعا. يس، حسب قياسات ازبل طلعنا الشباب، وهلا بحكي لكم كيف بناخذ المشروع وكيف بنعمله على ارض الواقع. الصور جاهزه انتم عاملينها؟ طبعا هذا شغلنا، وهذا كل الديتيلز هاي شايفين الفريمات هاي. هاي ممكن يكون الديزاينر عندنا قاعد ساعه ساعتين كيف بس بده يلبق الوانها مع الشوت العام او المنظر العام تاع الشغل. هاي خدمة، هذا فور فري. يس، احنا بنعمل فور فري عشان كثير في زباين بيحكي انا طب بدي ادفع مصاري على صور. طبعا احنا بنبلش حكينا بناخذ ميتنج ديزاين، بنعمل ميتنج كونسبت، شغلات مثل هيك، افكار بنجمعها. بننزل المهندس المعماري مع انتيريور، بيروح على الورشه بياخذ القياسات كلياتها فول ديتيلز، يعني العمود اذا فيه 6 سنتي ونص لازم ياخذها، عشان هاي كلياتها لما نوديها للفنيين نودي لهم مخططات متكامله. مثلا هذا المخطط زي ما انتم شايفين للصالون اللي هلا فتحناه ماخوذ من قياسات شقه الزبون تاعنا، فلازم نعمل هيك. نرجع هون بلش ديزاين، نرسم مخططات الى اخره، بنجهز از بروبوزل ونتواصل مع زبايننا عاده باي ايميلز. تمام. التواصل بيكون معك ولا في حدا مختص؟ الاوفيس مانجر هي بتتوكل في امور الايميلات والشغلات هيك. مثلا افتحي ايميلك مع الزباين، كيف بتواصلوا معك؟ طيب انا بحكي اوكي ماشي. افتحي ايميلك لو سمحتي انفو. طيب هلا زبايننا بالعاده احيانا ما بيرتاحوا انه يتواصل معهم صاحب الشركه، انه في ناس بيعتبرها برستيج، في ناس بيعتبرها انه لا لو تواصل معي مثلا في عندهم اوفيس مانجر. وفعليا الاوفيس مانجر دوره كثير مهم في الشركه، اللي هو بيرتب لنا الشغل، بيرتب لنا الايميلات، مواعيد مع الزباين، ممكن اي موعد مع موعد يتضاربوا، بيكون مش بروفيشنال بالنسبه لنا بالمره. انه انا اتعامل مع زبون هو بيحكي انه شركتك مش مرتبيت لي موعد، فالاوفيس مانجر بيرتب مواعيد، ايميلات، اوقات الدوام، بيدير عمليه الدوام هون في المكتب، يتواصل معي هو والكرياتيف دايركتور، بس هي كشغل الدوامات، غيابات الى اخره بتكون موجوده عندها. طيب سيد محمد، يعني yes. كيف بيتم الاعلان عن شغلكم؟ تتواصلوا مع الناس لتوصل لكل الفئات لكل الشركات؟ طبعا في مجالنا بالذات فيش شيء انه يقومنا غير شغلك. يعني اذا شغلك حلو زباين تيجي، بس مش كافي بالمره، لازم انه نعمل شيء اللي هو احنا هلا مثلا السوشيال ميديا. هون عندنا نانسي بتشتغل في السوشيال ميديا، عروض مثلا بنعمل عروض باسعار كثير منيحه. السوشيال ميديا اللي هو فيسبوك تويتر كله؟ ياب كامل بنشتغل عليه كثير. طبعا والبيج بنعمل له بروموت وبندفع عليه فلوس، لكن مردوده من كل 10 واحد. هذا شيء كثير حلو انه الناس تشوف شغلك. افتح الديزاينات نانسي، مثلا غرف نوم بنعمل عليهم مثل هيك عروض باسعار كثير منيحه. هذا كله طبعا تصميم؟ طبعا هذا كله شغلنا. صور جاهزه هذا ما في منه. مثلا زبون جاب لكم صور وبدي مثل هذا؟ طبعا هاي نقطه ضعف كل شركه او ديزاينر. عندنا الثيم تاعنا، عندنا الديزاين تاعنا، عندنا الستايل تاعنا. حكيت لك احنا لما نعمل ميتنج ديزاين تاع الكونسبت بتكون جد افكار يعني ماخوذه من الشباب، ماخوذه منا، ماخوذه من الواقع، ماخوذه من الكونسبت نفسه. طيب في حدا معين بينزل مثلا على الموقع بيتعامل مع الزبون؟ احيانا لا بنزل. يس، الميتنج مع الزبون ببلش اول ما يرن علينا، بنروح انا ومحمد قطناني، او بنزل انا او محمد حسب شو الفضاوه. يعني انت او سيد محمد هم انتم المسؤولين عن يس. نعم. بنعمل معاه ميتنج، بنحدد له موعد دائما في السايت عنده في الموقع البيت تاعه مثلا او محله التجاري. بعد ما نخلص بنحكي له رح نبعث لك الشباب، نبعث له الشباب باخذوا قياسات، بنعمل له بروبوزل از يعني از جيفت، يعني انه خلص هاي هديه منا لك، انه تشوف شغلك فري، ما بدنا منك مصاري، بس انه حابين نشتغل معك. تمام. فهاي نقطه كثير مهمه بتخليك بتخلي الزبون، اذا ما اخذنا ديزاين مصاري لا بناخذ على التنفيذ. فعليا احنا ما بهمنا انه ناخذ الديزاين عشان شغلكم، بهمنا الديزاين نطلعه، بهم الديزاين نطلعه يعني اكثر شيء. طبعا الموظفين هون موزعين زي ما حكيت لكم بالبدايه، نور بوزع الشغل اللي هو الكرياتيف دايركتور تاعنا، بوزع الشغل احمد اذا كان في شوب دروينج، مخططات، تفاصيل، محمود انتيريور ديزاينر، عندنا هون هديل انتيريور ديزاينر، عندها مثلا هون شغل، افتحي شغلك لو سمحتي فوتي جوا خليه يشوف كيف.
طبعا هون بتبلش هديل تعمل ديزاين. هذا البرنامج اللي بنشتغل عليه ديزاين، هو برنامج صعب مش سهل، لكن اللي بياخد عليه بصير كتير سهل وعادي جدا. في هون ديزاينات مشغولة مثلا هديل عاملتها، طبعا زي ما شفتوا هناك الصور جاهزة. عندنا هذا البرنامج بيعمل زي فترات تحميض زي الصور العادية اللي بتتحمض، فاهمي؟ عشان يطلع انه ريل وفيزيكال. ايش بتعمل بالضبط؟ يس، قاعدة هون بتعمل زي ليفينج روم هيك صغيرة مفتوحة على مسبح. زوم ان على الواجهة. من المصممين للديكورات؟ يب، بتصمم ديكورات تحت اشراف نور، نور تحت اشرافي. يس، فاحنا موزعين الشغل از تيم، فهمت علي كيف؟ احيانا ممكن هون الشغل توقف فيه، دائما الديزاينر بوصل لمرحلة اللي هي انا مش عارف ايش اعمل هلا، هو بيكون عامل كثير شغلات. فغيره بيستلم عنه، ممكن يزود الافكار يتابع فيها. لانه اذا بضلوا يفكر بنفس الشيء ممكن خلاص يوقف. يس، بيجي غيره بدل ما يكون انتقاد بيكون عمل، يعني ببلش يشتغل. عمل مين بيشتغل عليه؟ عملهم يعني توزيعهم هيك ديزاين، ديزاينر تمسك غيرها بمسك عنها، مين المسؤول؟ المسؤول نور، الكرياتيف دايركتور هو اللي بيستلم هاي الامور.